رشحت المجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي سعادة السيد عبد النبي سلمان نائب الأول رئيس مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في الاتحاد ليكون مقررا عن المجموعة في مناقشة موضوع يتعلق بدور البرلمانات في دعم حل الدولتين بعد أن تقدم بمقترح بهذا الشأن. من جانبها شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع مكتب في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ممثلة عن مكتب النساء البرلمانيات